عينها تملي صحية وعينها في كل ناحية وفي مليون اتجاه. تحيا مصر حرة، تحيا ألف مرة، تحيا مهما يجرى لنهاية الحياة. مصر بجد اللي ما شافها. Thank you.
الرحمن الرحيم. تشرف بحضرتك في كراكة مهمة ميش، أحدث كراكة انضمت لهيئة قناة السويس، هي وصلت لينا إن شاء الله في أرضنا الحبيبة 9-4. مواصفات الكراكة الفنية دي هي الطول بتاعها 147 متر ونص، عرضها 23 متر، الغطس اللي هو الجزء اللي تحت المية 5 متر ونص، القدرة الإجمالية للكراكة 29,130، قدرة الحفار عندنا هنا 4800 كيلو وات، أقل عمق تكريك بتشتغله 8 متر وأقصى عمق التكريك 35 متر، الإنتاجية بتاعتها في الساعة 3600 متر مكعب في الساعة. نظرية عمل الكراكات إن هي بيبقى فيه حفار، الحفار ده بيقطع في التربة، يكسر في التربة، والحفار ده بيبقى فيه منه نوعين، حفار للتربة الرملية وحفار للتربة الصخرية، على حسب ما احنا بنشتغل في نوعية التربة احنا بنبتدي نغير الحفار. بعد ما بيقطع التربة بيحصل طبعا سوينج، ان هو الحفار ده يروح من الجنب اليمين للجنب الشمال يقطع، بيبقى تحت منه ترومبة، اخت الترومبات دي بس بقدرة اقل شوية، بتسحب الناتج التكريك ده اللي هو الخليط اللي هو عبارة عن المية مع الرملة او المية مع الطينة على حسب التربة، وتجيبه لترومبة مناولة، الترومب الطمي واحد اللي بتسلمه لترومب الطمي اثنين اللي بتوديه لبره في مواسير، في جزء منها بيبقى جوه الكراكة لغاية ما يطلع بره الكراكة، يبتدي يمشي في مواسير عايمة لحد ما يوصل حوض ترسيب بيبقى في الشرق. حوض الترسيب ده بياخد ناتج التكريك اللي هو عبارة عن خليط من الرملة والمية، طبعا لما يوصل حوض الترسيب الرملة او الطينة بتترسب وترجع المية النظيفة ترجع للقلال تاني عن طريق مواسير تصافي، وربنا وفقنا ووفق حضرتك ان شاء الله. الله يبارك فيك يا فندم، مبروك لحضرتك ومبروك لينا يا فندم، شرفتنا يا فندم شرفتنا. الجامعات يا فندم والله ده يعني مع الدواء اهم مش عارف، الجامعات التنسيقيه في كل المحافظات والجامعات الاهليه ابتدت تطلع.
خلي البلدك أكبر حيز، راجع بقى رجوك حساباتك.